وللحديث عن حيثيات هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمود اسماعيل الرملي، خبير بالعلاقات الدولية. مساء الخير دكتور. يعني حديث عن عودة تنظيم الدولة إلى ليبيا، ما سر تسليط وسائل الإعلام الآن في هذا الوقت على هذا الموضوع؟ بداية، ما يجب أن يشار إليه بأن التنظيمات الإرهابية وتنظيم الدولة عندما خرج خرج بداية في مدينة درنة وتم دحره من هناك وسمح له حفتر بالمرور الآمن إلى مدينة سرت متواجدة أيضا بمدينة صبرت وقع عملي. أن الحديث ربما لا يوجد دولة أو كثير من الدول هي بمنأى على ما يتعلق بخروج الجماعات الإرهابية بين الفينة والأخرى إذا توفرت ظروفها. أما الحديث الجزافي فلا أعتقد أنه هناك تخوف كبير، بقدر أن هناك أيضا تسيب كبير مطلق خاصة من الأجهزة الرسمية. إذا تحدثنا على أن هناك مشروع ما بعد سرت، ألا وهو مشروع ما بعد البنيان المرصوص، كان من المفترض أن تبدأ مرحلة ثانية في ملاحقة حلول الإرهاب والتصدي، سواء التصدي الفكري وأيضا التصدي من ناحية المجموعات التي تغيرت ملابسها واتجهت إلى إمكانية التواجد بشكل مجموعات غير منظمة وربما تتجمع في مبادئ. طيب دكتور، إذا هذه المجموعات غير المنظمة والتي أنت وصفتها الآن، كيف بتوقعاتك ستتعامل معها الأطراف الليبية؟ لا يوجد أطراف ليبية منظمة. المجموعات الموجودة سياسيا في ليبيا هي سبب الفوضى، ابتداء من مجلس النواب المنقسم على يداته وغير المجتمع والذي لا يعترف بالمجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي والذي لا يعترف عمليا بالمجلس النواب، وكذلك أيضا مجلس الدولة. الجميع ينأى بنفسه على ما يتعلق بالصراع الفعلي ويسعون فقط إلى المقاعد. واقع عملي أن هناك كثير من الإشكاليات سببها الرئيسي هو أسباب سياسية بالمطلق للدفاع على مقاعدهم الوتيرة بدل الدفاع عن الوطن. هناك إشكاليات كبيرة ولكن أيضا هي إشكاليات بحجم الوطن. واقع عملي أن هؤلاء الموجودون لم يضعوا خطة استراتيجية من أجل إدارة ملف ما يتعلق بالإرهاب. أيضا ظل العالم يتفرج على الليبيين دون أن يدعمهم. هناك جهاز وهناك قوة البنيان المرصوص التي استشهد منها 739 شهيد وآلاف من الجرحى دون أن يلتفت العالم إلى إمكانية مساعدتهم ماديا، بل إنهم لم يتقاضوا حتى مرتبات عن الفترة التي قاموا بعملياتهم فيها. أيضا هناك الكثير من الأرامل والجرحى وهناك الكثير من الإشكاليات. هناك قوة لمكافحة الإرهاب تم استصدار قرار دون أن يكون لها إمكانيات كبيرة. العالم مدعو أيضا إلى لعب دور رئيسي. ليبيا مهمة للجميع، مهمة لنفسها ولجيرانها وأيضا للشمال الأوروبي وأيضا للجنوب والجميع. ليبيا شريك فيما يتعلق بقتال الإرهاب، ولكن الشراكة ليست لفظية فقط. عليه من يبحث على استقرار سياسي يبدأ من استقرار هذه الأجسام أو تغييرها بميلاد مرحلة ثابتة، وأن يكون أيضا هناك اعتراف بإمكانية تدعم قتال الإرهاب. طيب بالشكل الفعلي. طب هنا أود أيضا أن أعلق على نقطة، يعني تنظيم الدولة الآن يعني في أيامه الأخيرة في الرقة السورية وبعد أن طرد من الموصل، يعني برأيك هل اليوم البيئة في ليبيا اليوم بيئة حاضنة لتمدد أكبر لتنظيم الدولة؟ ربما هي ببعض المناطق بيئة رخوة وليست حاضنة. بيئة رخوة بذاتها في إمكانية أن يتواجد أو تخرج بها جماعات باعتبار عدم وجود سلطات، لأن المساحات واسعة وشاسعة جدا والحدود حقيقة شبه مترعة سواء الجنوبية أو الشرقية أو الغربية، وعدم وجود نوع من الاستراتيجيات وعدم وجود نوع من التنظيم والتنسيق بين الأجهزة المختلفة. ومع هذا وذاك الليبيون يستطيعون إذا دعموا في أن يتصدوا للإرهاب كما تصدوا له سابقا. ومن المهم جدا إدراك أن الحرب العالمية على الإرهاب هي حرب دولية. انظروا للعراق وما يجري في سوريا، هناك الدول تحارب معها العراق، ومن أجل هذا يجب أن يكون هناك وقفة جادة. من المهم جدا إدراك أن الكثير من الجماعات ربما تنتقل إلى الشمال الأفريقي من خلال بوابة ربما يرون أن الدخول والولوج إليها سهل، ألا وهي ليبيا باعتبار طول الساحل الليبي 1950 كيلومتر ونوع من أيضا الحدود مترامية الأطراف سواء الجنوبية أو الشرقية ولا الغربية، بعد وجود أيضا بواعث لإمكانية أيضا نوع من الرقابة سواء الجوية والبرية وغيرها. كل ذلك سيساعد على وجود بعض الجماعات، وأيضا وجود جماعات رخوة موجودة شبه خلايا نائمة ربما كانت في السابق. الليبيون وسطيون وليسوا إرهابيين، ولكن أيضا المجموعات التي ثبت انطوائها لتنظيم داعش والتي قتلت معظمها أتى من الخارج سواء من مصر أو من بعض الدول الأفريقية أو من تونس أو غيرها نسبة 99%. واقع
يشعرون عملية أن هي إشكال كبير، ولكن من المهم علاج الإشكال بشكل عاد مع الجميع، وأن يعقد مؤتمر من أجل مساعدة ليبيا فيما بعد الإرهاب، من أجل التصدي للفكر الإرهابي بداية، ومن أجل التصدي لهذه الجماعات، ومن أجل أن تشن حرب أيضا، وأن يتم توظيف الأموال. نعم، وأن تجبر المؤسسات الفعلية على ذلك. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور محمود إسماعيل الرملي، الخبير بالعلاقات الدولية.